فتت الكفتة الحارة كوبين أرز مطبوخ ورغيفين خبز مقطع ومقلي، صح يا شيف؟ صح. وكيلو لحم مفروم، حبة بصل مبشورة، 4 أكواب لبن زبادي، فصين ثوم مفروم، وكوب طحينية، 4 ملاعق كبيرة ليمون، ملح وفلفل. للوجه شو راح نحتاج؟ راح نحتاج للوز وصنوبر مقلي، أوراق بقدونس، بابريكا، قطعة فحم لأنها حتسويها مدخنة، صلصة لتسقية الخبز عشان نشرب الخبز يعني، وثلث كوب ليمون، 3 ملاعق كبيرة خل، 3 فصوص ثوم مدقوق، وقرن فلفل حار مدقوق. طيب شكلها جامدة الفتة دي. أنا بحب الفتات يا شيف. طبعا أول حاجة هنعملها هنحط ملح وفلفل على الكفتة عندنا، ودايما انا بحب يكون عندنا يعني لو عندنا اي مكنه بتاعه الفلفل دي اللي تجرشه لنا طازه، لانها فعلا بتفرق في الطعم كتير. الفلفل طعمه حلو بس مش حلو مسكر، يعني طعمه لذيذ لما بيكون طازه. ومحطوط طبعا بالمقدار المناسب يعني. تمام. هنحط دلوقتي البصل، بس انا كده حطيت بس ملح وفلفل وبصل. طيب لو عندي دلوقتي اللحمة فيها دهنة خلاص بشتغل على طول. لو ما فيهاش دهنة باخد شوية زيت، يعني تقريبا 2 معلقة زيت بحطهم عليها. تمام. اوكي. خلاص. وانا الكلام ده عايزة اعمله كور واحطه في الصينية وادخله الفرن. ام محمد طفيلة يسعد صباحكم متألقين سمير وشيف غادة. كفته بالفرن، هنسوي الان الفته يعني. طيب. راح نضيف عليها، حطيت هنا الفلفل الحراق وحطيت الثوم وهدقهم علشان خاطر دول اللي هنخلطهم مع الليمون مع سلام. الخل، وده اللي هنسقي بيه الخبز المقلي. الله. اوكي يلا اجراءاتك. طيب. مع يلا. شويه ملح طبعا. يلا انا هدق بس دول. يلا. طبعا ممكن نحطهم في بالمفرمة. طبعا فرامة. دلوقتي احنا هنا خلاص مش لازم ده، هناخد الليمون اللي عندنا وهنحط الليمون مع الفلفل الحراق والثوم وهنحط معاهم خل. تمام. على فكرة بنقدر كمان نحط، عارف ايه هنا؟ معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة برضو بتبقى لطيفة. تمام. خلاص دي كده اللي هنحط فيها حطينا ملح ونحط شوية فلفل، دي اللي هنسقي بيها الخبز المقلي اللي عندنا. خلاص دي كده جاهزة. أوكي. طيب حطينا هنا اللبن والطحينة وهنحط الليمون وهنحط الملح. يلا. أعتقد إنها هتعوز شوية ليمون كمان. وهنحط الملح. هتفضلي لك هون الحاجات دي. شكرا. يا أهلا وسهلا. كده احنا ناقص بس نحط الثوم، والثوم انا حالا هجيب طبق احط فيه التتبيلة اللي عملناها للخبز بتاعنا اهي، نخليها هنا، وناخد الثوم اللي عندنا اهو وندقه تاني علشان نحطه على الطحينة بتاعتنا. ناخد الصوص بتاعتنا الحارة اللي احنا عملناها، على فكرة الوصفة دي بنقدر نستغنى فيها عن الرز، يعني بنقدر نعملها من غير رز. بس يعني بس الخبز والتتبيلة اللي هتتحط على الخبز، وبعدين اللبن والطحينه والكفته على الوش وخلاص. بنقدر نعملها كده وبنقدر نعملها برز. مارس. فزي ما انت، ايه رايك؟ والله على الجهتين زاكيه، بس انا بحكي لك، انا بالنسبه لي بجوز استغني عن الرز. وانا انا بجوز استغني عن الرز. طب ما تيجي نستغنى عنه. نستغني عن الرز؟ ايه رايك؟ نرجع للمقادير ونسوي ديليت لا للرز. لا 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 خليه على جنب. طيب بنخليه على جنب، ايه رايك؟ بصير احلى صح؟ يلا. خلاص يلا اتفقنا. شوف بقى دي زي الله ما انك ديمقراطيه يا شيف غاده. انا شايف قمه الديمقراطيه دي حقيقه.
بس تنويه، احنا استغنينا عن الرز، كنا هنحط معاها رز الفتح. احنا هنحطه فرتقينا جنبها. ها؟ هنحطه جنبها. هنحط الرز جنبها. مش هتكون في هذا. قرار سمير كده. تمام؟ خلاص يلا. خلينا نودي هذول بس. هناخد دلوقتي اللي عملناه هنا اللي هي البدوة واللي هي عبارة عن لبن زبادي وطحينة. هتعوزي الفرن تاني؟ وشوية ملح. لا خلاص. خلاص. طيب هناخد بقى ال على فكرة طعمها لذيذ قوي تبقى عارف. سقسقيها. هسقسقها اهو. يا عيني. حلو كده نخلي شوية خبز باينين من على الجناب. يعني ما نغطيهوش كله. طيب إجراءاتك. إجراءاتك إجراءاتك. أها كده ممتاز. ناخد بقى الكفته اللي عندنا ونبتدي سخنه طبعا وجميله. خدي بالك. يا عيني. وبعدين يا عيني عليك. كده الفته بتاعتنا جهزت تمام 100%. الله الله الله. خلاص طعمها لطيف جدا ولذيذه قوي. دلوقتي ونحط شويه لو عايزين، بس انا عشان نكسر اللون بس مش اكتر، بس عشان كسر اللون. بابريكا، سماق، يعني ودي حاجه اختياريه يعني.